السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم وأسعدنا تواجدكم بيننا على أمل أن تستمتعوا وتستفيدوا، وننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم وتعليقاتكم الجميلة، فمرحبا بكم بين إخوانكم وأخواتكم، ونسأل الله لك ولي التوفيق والنجاح والتميز. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نقدم لكم ماشينة سينجر 1409-1408، نعرفكم بها ونعلمكم كيفاش تركبوا المكوك والخيط. كما راكم تشوفوا تتكون من دليل مستخدم وتتكون من القدم الدوار هذا، والقدم الدوار يتكون من سلكين، سلك نضعه في الكهرباء كما تشاهدون، والسلك الثاني نضعه في الماكينة في المكان المخصص له كما تشاهدون، ثم نضغط على قفل التشغيل فيشتغل الضوء لنعلم بذلك أنها بدأت بالاشتغال. وعلينا البدء بالخياطة. قبل البدء بالخياطة رح نركب المكوك ورح نركب الخيط. قبل ذلك هذه القدم العجلة اليدوية تتحكم في نزول وصعود الإبرة، وتتحكم أيضا في نزول وصعود هذه الحديدة. أيضا تتكون من العجلة العجلتين، هذه العجلة تتحكم في المسافة بين الغرزات، أما هذه العجلة فيها 12 غرزة، خياطة عادية زيكزاك، أنواع الزيكزاك كما تشاهدون، غرزة لتركيب القفل. هذه العجلة تتحكم في مدى شد الخيط. أولا رح وهذه الحديدة نضع فيها المكوك ونبدأ في بملئه بهذا الشكل. وهذه القفضة لترفع من الماكينة، أما هذين نضع فيها الخيط. هذه الحديدة يمر منها الخيط إما للمكوك أو للإبرة، وهذه القفلة تتحكم في 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 هذه الخياطة للتقدم أو لتأخير القماش على حسب ماذا تريدون. ثانيا نفتح هذا الدرج. الدرج هذا نلقاو فيه الملحقات كما راكم تشوفوا، ملحقات المكوك، هذه الأشكال للمساعدة في الخياطة، على سبيل المثال لتركيب الإبرة، الفرشاة، إبر معها إضافية، مفك لفتح لتغيير الإبرة وغيرها. هذه مكان المكوك كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، نجبدو مكان المكوك، نجبدو المكوك لملئه. هنا عندنا المكوك مملوء، راح نوري لكم الطريقة كيفاش تركبوا المكوك. أولا راح نعلمكم طريقة لملء المكوك. نحتاج الخيط طبعا والمكوك، ندخل الخيط في المكوك في المكان المناسب له كما تشاهدون، في هذا الثقب ندخل الخيط بعدما أدخلنا الخيط نضعه في المكان المناسب له، ثم الخيط يمر بهذه الحديدة، راهي مرسومة الطريقة، ونضع المكوك في هذا المكان ونضغط عليه هكذا، ونبدأ بتحريك القدم الدوار فتبدأ بالملأ.
نمسك الخيط بهذه الطريقة لتثبيته، ثم نتركه ليمتلئ وحده هكذا. بعدما نملأه نضغط على الحديدة هكذا هكذا، ثم نضع المكوك في المكان المخصص له بهذه الطريقة. يجب علينا أن نضع المكوك ونضع الخيط في هذا المكان بهذا الشكل كما تشاهدون هكذا. بعد ملء المكوك نضعه في هذا المكان المخصص له بهذه الطريقة، وندع الخيط بهذا الشكل تماما، ندخله هكذا كما تشاهدون، ثم نغلق الدرج ونبدأ بالخياطة. ثانيا نركب الخيط في الإبرة بهذا الشكل، يمر من تلك الحديدة ثم من هنا كما تشاهدون. نتتبع الأسهم، هذا السهم بهذا الشكل ثم هكذا، ثم في تلك الحديدة إذا وجدتموه في الأسفل عليكم برفعه بتلك العجلة اليدوية بهذا الشكل، وندخل فيه. ثم ندخل الخيط في الإبرة ونبدأ بالخياطة. على بركة الله، نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو. ما تنسوش ديروا الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس، ولأي استفسار أو أسئلة اكتبوا لي في التعليقات وراح نجاوبكم. وشكرا على المشاهدة، إلى اللقاء.